اسم يوتيوبر، وهنا في سؤال لهذا اليوتيوبر، وانا اللي علي ان انا اجاوب بالنيابه عن هذا اليوتيوبر بمعرفتي بهذا اليوتيوبر. انا عارف اني ماشي صح لو ما تشوف من 2012 زرادية ناجح في اليوتيوب. لو تقول ما تقول بتكون مطول، معقول بكون مكروه بالنسبه لك بس ماني لك مسؤول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عمر من قناه ماكس جديد. وفيديو جديد يا حبيبي. اليوم عندي فكره مقطع جديد، سلسله ما في زيها في اليوتيوب، فقط عند افضل يوتيوبر في مجرة درب التفاله عزنا عام. فكره مره رهيبه، فيها ضحك وفيها خيال وتخيل، وراح تقوم بمشاركه يوتيوبرز انتم تحبوهم وانا احبهم. يوتيوبرز اغلبهم اعرفهم شخصيا وبعضهم ما اعرفهم مره كثير، وهذا الشيء الجيد في الموضوع. هنا الاكشن يا جماعه الخير. عندنا في الطبله الجميله زي ما شايفين الطبلة فيها أوراق، أوراق بأسماء يوتيوبرز. هناخد ورقة من الطبلة مع ورقة من الكاسة. بالله ايش رايكم في الكاسة يا جماعة الخير؟ هنا في اسم يوتيوبر، وهنا في سؤال لهذا اليوتيوبر، وانا اللي علي ان انا اجاوب بالنيابة عن هذا اليوتيوبر بمعرفتي بهذا اليوتيوبر. والله يستر اني حجيب. عندنا متأكد عندنا اسئلة مرة صعبة، عندنا يوتيوبرز مرة رهيبين، وان شاء الله ما يزعلوا مني. وبدون ما اطول عليكم اشتركوا بالقناة اذا ما انتم مشتركين، خلونا نوصل 5 مليون بسرعة، واكتبوا سبسكرايب واضغطوا زر اللايك، واكتبوا لي بالتعليقات اذا حابين نعمل جزء ثاني مين اليوتيوبرز اللي تبغونا نشوف هل نحن نعرفهم ولا لا. وبرضه ابغاكم تجاوبوا معايا في التعليقات عن بعض الاسئله اللي تحسوا انها رهيبه، تحسوا انكم مثلا تعرفوا جواب عن هذا اليوتيوبر، اكتبوه في التعليقات. انبسط لما اقرا تعليقات. يلا نبدا. يلا نبدا. اليوتيوبر الاول معانا مين؟ اليوتيوبر الاول معانا بندريتا. نشوف لك سؤال يا بدر. الله يستر الله يستر. بندريتا من ارهب الناس اللي تعرفت عليهم في اليوتيوب. عشت معاه تقريبا 10 ايام في رمضان في دبي، كان عندنا تصوير برنامج هناك، فهذاك الوقت قربت منه وعرفت عنه اشياء كثير. خلينا نشوف اذا من جد عرفت عنه اشياء كثير ولا لا. اوكي اوكي اوكي، ايش يحب يعمل بوقت فراغه؟ المفروض اعرف اجاوب على السؤال ذا، لاني قضيت معاه وقت مره كثير في دبي. قضيت معاه وقتين، كنا عايشين مع بعض في نفس الفندق. ذيك الفترة كنا بنصور برنامج، فكان اغلب وقتنا بنكون في التصوير. في مرة افتكر وسط التصوير بندريتا كذا فجأة طلع اللابتوب، كان في بريك وقاعد يسوي مونتاج، بس انا ما راح اقع بهذا الفخ، لأنه ممكن يكون مستعجل أو ورطان لازم ينزل لك اليوم، فهذا مو معناته وقت فراغه. بس افتكر في دبي بندر كان دايما نايم. والله افتكر منظره دايما، كنت ادق على الباب تا 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 تا، يفتح الباب هو كذا دينوم وطالع لابس سروال وفرينة كذا. اه يا عمر ايش؟ اه ما ابغى انام. اه بندر يلا نروح. طب طيب طب نحن كنا لما نخلص تصوير نبغى نطلع نبغى نبغى. اه لا ابغى انام بعدين بعدين. يقفل الباب. فاجابه سريعه كذا، احس ان وقت فراغه يحب ينام بندر. اللي بعده اللي بعده مين حيكون؟ بسم الله جيب لي اليوتيوبر اللي بعده. جوبز. اوكي اوكي اوكي، عيب ما اجاوب على السؤال اللي حيجي. جوبز اعرفه من سنين، ويا ما سافرنا مع بعض وصورنا مقاطع مع بعض. نقول بسم الله ويا رب جوبز ما يزعل مني، يا رب يكون سؤال اقدر اجاوب عليه. والله انا حزعل من نفسي لو ما عرفت اجاوب. اديني السؤال. اوكي، لو صار حريق في بيته لا سمح الله، لو صار حريق لا سمح الله في بيت جوبز، ايش الثلاث اشياء اللي راح اخذها معه؟ خلوني احاول افتكر. دائما عبد الله ايش الاشياء اللي تكون معه؟ الله صار صعب تصدقوا. انا احاول اشغل مخيلتي، طلعت في بالي بعض الاشياء. واحده من الحاجات اللي ما تفارق توبس ابدا، عبد الله معليش لكن انت ايش بامك مع الخاتم ده؟ عنده خاتم ما يفسخه من يده، يعني لو صار ايش ما صار يخش الحمام بخاتم، يطلع ينام بالخاتم. هذا الشيء له. الشيء الثاني جواله، افتكره كذا جالس في اللوبي حق الفندق حاطه رجل على رجل ويقلب في الانستغرام ولا التيك توك. الجلسه دي دائما عبد الله يجلسها، واذا مره تحمس شوي يسوي لك زي كذا الوضعيه ذي اللي عارفها عارفها عبد الله. الحاجه الثالثه والله صعب. ايوه صح، اجيب مع الكاميرا اصور فلوج. عبد الله دائما الكاميرا معاه، هو دائما يبي يصور مقاطع في نص الحريق. سلام عليكم متابعين، ترقوا الثمنيل حق المقطع كذا. اعتقد هذه الثلاث اشياء اللي عبد الله ممكن ياخذها. اللي بعده. سلام سلام يا جماعه. بسم الله، اليوتيوبر اللي بعده عندنا ابو فله. ابو فله ما قد قابلته شخصيا، كم مره تكلمنا وكذا، بس نحاول نجيب الاجابه ان شاء الله. يا حسن.
بعيد الشر بعيد الشر. حسن لو انسجن ايش راح تكون تهمه؟ لو سمعنا يوم من الايام بعيد الشر الله يقوله انه حسن انسجن، اول تهمه راح تيجي في بالي سيله مهله. ما يبغى لك كلام. ما شاء الله عليه حسن الله يرزقه. اكتب في التعليقات لو ابو بله انسجن ايش حتكون تهمه وثبتوه. يا حلو هذا الانسان حبيبي والله حبيبي حرفيا حمال حرفيا من ارهب الناس اللي ممكن تتعرف من اطيب الناس. شوف السؤال اللي حيجي الحمال لو عنده مليون ريال ايش بيسوي فيها؟ لكم سؤال عن حمال؟ حمال عنده مليون ريال خذوها مني. وانا اعرف حمال اعرف حمال حمال يفكر دائما لبعدين يفكر للمستقبل. فانا متاكد جزء كبير من المليون ريال يمكن نصها حيسوي فيها مشروع او بزنس او حاجه زي كذا. خلينا نقول انه 500,000 راح تروح لمشروع، حيبقى نص مليون ايش حيسوي فيها؟ خذوها مني. 100,000 منها راح يعطيها للمتابعين، راح يسوي سحب، راح يسوي ما ادري، حتبقى 400,000 خذوها مني برضه، 400,000 راح يعطيها المقص شديخ خوي الطفران، انا بعرجع له 50,000، تعرفوا ليش؟ لاني عارف حمان نفسه يسافر، حمان ولا مو صح؟ اعترف. وين نروح لليوتيوبر اللي بعده؟ اللي بعده يوسف احمد حبيب الملايين. رشديد رشديد والله مشتاق لك، ترى وعدت ان تجيني جدا مقر ونصوره. حبت علي، كلام انك انا يوسف احمد. لا والله ماني زعل يا اخي، الانسان ده ما تقدر تزعل منه مستحيل. دوه مقطع علي نص ساعه مسخرني وضحك علي، ما اقدر تزعل منه. ما تقدر مستحيل. يوسف احمد اتحدى تلاقي واحد يزعل منه. والسؤال اللي عن يوسف احمد يقول بسم الله الرحمن الرحيم ايش مركزه بالكره؟ يوسف احمد اللي اعرفه انه ماله مال الكوره، الكوره هناك هو هنا، هو مو هنا، هو برضه هناك، بس لو غصبته يلعب كوره احس يجي منه حارس. اللي يجيك لابس قفازات كذا ولبس طويل كذا، ولما تيجي بتشوت بلنتي يسوي لك ووب ووب كذا يهوش لك قلة، هو ما في راسه حراسه. صدقوني هذا مركز الكره راح يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوتيوبر اللي بعده عندنا ابو ماجيك. ابو ماجيك ايش سؤالك ابو ماجيك؟ ابو ماجيك عاد اعرف عنه اشياء كثير. ايش الدور التمثيلي اللي يصلح عليه؟ لو عبد الله كان ممثل ايش الدور اللي ممكن يمثله؟ ايش الدور اللي حتمثله يا عبد الله؟ والله صعب، والله ما اعرف، والله عمره ما يمثل قدامنا ولا شيء، ما يعني ما ادري. يجي منه كذا دور الطالب الذكي اللي يلاقي حبيبته في الكوليدج، ما ادري الجامعه، هذا اللي قدرت اتخيله في الوقت الحالي الصراحه. يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايش قاعد اسوي؟ باقي ورقه ولا ورقه ولا قاعد اسوي؟ خلص مين اليوتيوبر اللي باقي؟ باريتيوب. شفت تجي من الفرن؟ باريتيوب من الفرن. باريتيوب وباقي اكيد عندنا سؤال، باقي سؤال. ايش السؤال اللي عندنا لك يا باريتيوب؟ ايش الحاجه اللي ممكن تتعلمها منه؟ اوكي شوفوا باري او ما الحزعه من لا توت، حط توت بمونتاج. اذا كان باريتيوب معلم ايش يجي منه؟ تعلم منه تفقع من المدرسه، تعلم منه كيف تهرب من المضاربات، تعلم منه كيف تغش في اختبار. هذا باري. بس صراحه في حاجه لاحظتها في باري، باري من النوع اللي يحب الفلسفه، يحب الاشياء القديمه وربطها بالحاضر وما ادري. ترى الولد ذكي ما شاء الله عليه، تذكر السلسله اللي نزلها في رمضان حق القصص؟ تحس لو كان معلم في المدرسه يكون معلم تاريخ. تعرف معلم التاريخ ذا اللي يجي كذا، اللي يدخل الفصل السلام عليكم ويقعد فوق الطاوله ويبدا يحكيك القصه، المعلم اللي خويك عارف. بس صح انه خويك، صح انك تقدر تاخذ تعطي معاه، بس في نفس الوقت ترى يفهم الحركات، ها يعني ما تقدر تضحك عليه، ما تقدر تلف وتدور عليه، سوي صاحب اخوي كل حاجه، بس ما تقدر تستغفله. وبس والله يا جماعة الخير، هذول السبع يوتيوبرز اللي كانوا عندنا في مقطع اليوم، ان شاء الله انكم استمتعتوا. انا بصراحة والله مرة استمتعت بمقطع اليوم. اكتبوا لي في التعليقات اسماء يوتيوبرز تبوني اتكلم عنهم او تحدي نشوف نعرفهم ولا لا في الحلقات الجاية. واليوتيوبرز اللي طلعوا في مقطع اليوم انا اسف لو جبت فروج عندكم مرة غلط، صححوني في الكومنتات. احبكم جميعا، احب جميع احب كل احد في العالم. تعرف اي احد يكون جايب العيد يقول انا احبكم كلكم، هو جايب ام العيد. سبسكرايب 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 وفعل زر الجرس عزيز المتابع وعزيزة المتابعة. وكان معكم عمر من قناة ماكس شديد. سلام عليكم. سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس شديد وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة، وإذا ما اشتركت راح تحس بمعنا. يلا سلام.